البريم تايم مازال مواصلين معكم حتى العشرة متاع الصباح. تو باش نحكيو على احتفال تواكبوا تونس على غرار بلدان العالم الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية واللي يتزامن مع يوم 1 مارس من كل عام. أكثر تفاصيل الاحتفال هذايا والبرنامج معنا بالتليفون النقيب نور الدين دوكال يعطينا أكثر تفاصيل. صباح النور. صباح النور سي أسامة وتحية لكل كافة مستمعي راديو ميد. يعيشك سيدي بارك الله فيك. والحاجة تحية لي ولكل الإدارات التابعة للحماية المدنية بمناسبة الاحتفال هذا. يظهر لي عنده رمزية كبيرة الاحتفال هذا. أكيد سي أسامة هذا احتفال سنوي ولو تسمح نبدأ في نعطيه اللمحة تاريخية عن بداية تنظيم هذا الاحتفال. تفضل. حيث تم إقرار هذا الاحتفالات السنوية من طرف المنظمة العالمية للحماية المدنية ومقرها جنيف سويسرا منذ سنة 1990 بكافة الدول الأعضاء بها. وبالنسبة لتونس هي دولة عضو في هذه المنظمة منذ سنة 1972 وحدت المنظمة المذكورة يوم 1 مارس من كل سنة لإحياء هذه الاحتفالات تقديرا لما تقوم به هذه الأجهزة اللي هي أجهزة الحماية المدنية من مجهودات دائمة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والحد من الأثار الناجمة عنها. بالنسبة لأهم أهداف المنظمة من تنظيم هذه الاحتفالات بالطبيعة التعريف والتنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تلعبه أجهزة الحماية المدنية بكافة دول العالم لحماية الأرواح والممتلكات من مختلف الأخطار والحد من أثارها السلبية. التذكير بأهمية تضافر جهود كافة هذه الأجهزة لمكافحة جميع أنواع الأخطار والكوارث. مزيد توطيد العلاقة والتعاون الفني وتبادل التجارب والدراسات في المجال بين هذه الأجهزة والتنسيق والاستفادة من أجهزة الإعلام لإبلاغ المواطنين أهم توصيات السلامة والحماية والوقاية والتحذيرات من مختلف الأخطار التي تهددهم. وهذا ما نحن بصدد القيام به سي وسام. ثم تشريك الجمعيات والمنظمات المدنية ذات الصلة في محافظة مجهود الحماية المدنية لتشجيعهم على التطوع في خدمة الحماية المدنية. تخبيها يظهر لي رمزية كبيرة كما قلنا لليوم الاحتفالي هذية والأكيد فما استعدادات كبيرة معناتها على جميع الأصعد. أكيد في أسامة بتبيع احنا تحذيرات والاستعدادات السنوية لهذه الاحتفالات وكما كل عام فمني سلطة الإشراف والقيادة العليا للسلك وفي نهاية كل سنة تبدأ بتحديد شعار معين للاحتفالات للسنة المقبلة وتقريبا من بداية الاستعدادات تبدأ من شهر أكتوبر. وبالنسبة لهذه السنة فإن شعار الاحتفالات هو مصعب في كل بيت ويقع تحديد هذا الشعار انطلاقا من أهم الحوادث المنزلية المسجلة خلال السنة. ومن بين أهم هذه الحوادث اللي شهدتها معنا في المجتمعات متاعنا هي الاختناق بالغاز أو بأجسام صلبة خاصة عند الأطفال، التكهرب، الغرق، الحريق وغيرها. وبالتالي مدى أهمية وفاعلية وجود فرد من أفراد العائلة وتكون لديه مبادئ في الإسعافات الأولية وكيفية التصرف في حالة وقوع مثل هذه الحوادث إلى حين وصول النجدة المختصة باعتبار أهمية عنصر التوقيت في مثل هذه الحالات لإنقاذ الأرواح البشرية. يلي ذلك في أسامة صدور تعليمات من ناس من القيادة العليا للسلك بإعداد برنامج متكامل لهذه الاحتفالات ينطلق في تنفيذه بداية من دخول السنة الجديدة ليتوج بالحفل المفتوح اللي هو يوم 1 مارس من كل سنة. وتنفيذ التعليمات هذه قامت فرقنا المختصة بعدة أنشطة ميدانية من أهمها حصص تحسيسية ميدانية في مجالات الإسعافات الأولية والإنقاذ والإطفاء وجهت بالأساس إلى رواد المؤسسات التربوية من رياض أطفال ونوادي أطفال ومدارس ابتدائية وأعدادية وثانوية. كما قمنا بدورات تكوينية مجانية في هذا المجال وجهت للعموم وتدوم كل دورة 3 أيام تتوج بمنح مجتازي الاختبارات اللازمة شهادة الإسعافات الأولية. وكذلك قمنا بعمليات بيضاء مشتركة مع بعض المؤسسات المنتصبة بكامل ربوع الولاية للوقوف على مدى جاهزية وفاعلية منظومة التأمين الذاتي الخاصة بالمؤسسات هذه وفرق التدخل الأولي اللي في الغالب معناه يتكونوا عند الحماية المدنية في صورة وقوع حادث ما إلى حين وصول النجمة المختصة اللي هي الحماية المدنية. دونك لهنا يظهر لي فما وعي حتى لكم انتم زادة وحتى للعائلات مهم برشا انه يكون فما مصعف في كل عائلة معناتها اللي الاشكاليات تنجم تصير وحكاية التوقيت زادة تايمينغ زادة متاع التدخلات يظهر لي اصبح فما وعي حتى من المجتمع المدني في تعاملكم انتم معناتها المشترك وعي كبير على اهمية الاسعافات هذية في حياتنا اليومية. أكيد سي أسامة تعرف لي عامل التوقيت عامل مهم جدا صحيح. خاصة في إنقاذ الأرواح البشرية والحد معنا من
النتائج معنا حتى معنا ثمني حوادث أخرى كالحريف وغيرها واحد وكذا حتى معنا ثمني من الخسائر واحد ثمني سرتو معنا هذايا معنا اللي نسعى ومعنا جميع معنا ثمني هيا كنا ثمني وفرقنا وحداتنا ثمني تسعى ليه في معنا باش المجتمع المدني هذايا ثمني يعطي أهمية كبيرة لعامل هذايا وكيبدا معنا ثم فرق من أفراد العائلة فهمني فما حاجات برشا معناها فهمني تلفاوها خاصة في الأرواح البشرية إلى حين وصول معناها فهمني النجدة المختصة وإن شاء الله زادة معناتها اللي فرماسيون هذوما ولا يكونوا فما دورات زادة يصلوا حتى للمدارس للمعاهد للجمعيات زادة تخدم في خدمة كبيرة لكم أنتم زادة كحماية مدنية معناتها مهم برشا معناتها الوعي هذا يكون موجود باش يكون فما تشجيع على التطوع للحماية المدنية للخدمة في الحماية المدنية. كان تسمح في أسامة عندنا برنامج تفصيلي معناه اليوم الافتتاح اليوم الاحتفال اللي هو يوم مفتوح يوم غرة مارس إن شاء الله نهار الأحد المقبل فهمني اللي باش يكون في جميع معناه مقرات الحماية المدنية بالإدارة الجهوية للحماية المدنية والفرق معناه الراجع عليها بالنظر اللي هي الحمامات جرومباليا منزل تميم مقليبيا الهوارية وتقريبا نفس البرنامج الذي سيقع اعتماده في يوم غرة مارس. كان تسمع نعطيك فكرة معناها على البرنامج التفصيلي معناها لهذا الاحتفال حيث تم ضبط معناها فهمني برنامج ثري ومتكامل سيتم تنفيذه بكافة المقرات اللي كنا نذكره فيها سيكون هذا الاحتفال تحت إشراف السيد والي نابل على مستوى الجهوي والسادة المعتمدون على النطاق المحلي. يحتوي هذا البرنامج على ما يلي: سيتم فتح جميع مقرات الحماية المدنية المذكورة بداية من الساعة 9 صباحا لاستقبال العموم والضيوف والمشاركين افتتاح وإعطاء إشارة انطلاق الاحتفال في حدود الساعة 10 صباحا من طرف السيد والي نابل والسيد المدير الجهوي للحماية المدنية بحضور بعض السلطات والمسؤولين الجهويين. يليه تباعا تقديم عرض بياني تفصيلي لنشاط الحماية المدنية خلال سنة 2019 مقارنة بالسنوات الفارطة واللي هم معنا الإدارة الجهوية للحماية المدنية نابل والفرق التابعة لها. ثم سيتم تقديم عرض عملياتي مشترك بين وحدات الحماية المدنية ومجموعة من المتطوعين في خدمة الحماية المدنية اللي نعرفوها نحن بلغتنا نحن عملية بيضاء تطبيقية في مجال الإنقاذ والإسعاف. يلي ذلك عرض للوسائل والمعدات بالنسبة لشاحنات الإسعاف شاحنات الإنقاذ سيارات الغوث سيارات الإسعاف زوارق النجدة أزياء فردية خاصة مثل أزياء الاقتراب من النار أزياء الغوث أزياء التوقي من الأخطار الكيميائية والإشعاعية. بعد ذلك سيتلي مواكبة عمل عدد 3 ورشات سيقع تركيزها لتقدم تمارين تطبيقية في الإطفاء والإسعاف والإنقاذ مع تشريك الحضور في خاصة التلامذة في هذه التمارين. ثم مواكبة المسابقات التي سيتم تنظيمها في الرسم والمسرح والأناشيد التي سيقوم بها وسيقدمها بعض الأطفال من رياضة ونوادي الأطفال وبعض التلاميذ. وفي الأخير حضور مأدبة على شرف جميع الحضور سيقع خلالها تكريم صلة من آرام المتوفي سلك الحماية المدنية ومنحهم هدايا وشهائد تذكارية. كما سيتم توزيع جوائز رمزية على الفائزين في المسابقات وشهائد شكر للمشاركين الفاعلين في هذا الاحتفال. مع الإشارة وأنا سي أسامة أنه البرنامج هذا كامل سيقع تنشيطه من طرف فريق تنشيط شبابي متكامل وسيتواصل هذا اليوم المفتوح بكافة مقراتنا إلى حدود الساعة 5 مساء. تخبيه يعطيكم الصحة على البرنامج هذايا. يظل زادة مهم برشا زادة للتشجيع والتطوع في خدمة الحماية المدنية. أي مش سمحني وش نستصحك نعطي لمحة عن نشاط الإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل خلال سنة 2019 كما ترشمنا. تفضل سيدي. عندنا هناك مجالين رئيسيين بالنسبة لي نحن هو المجال العملياتي والمجال الإداري. أولا فيما يخص المجال العملياتي اللي معروف بالتدخلات والحضور الوقائي حيث بلغ العدد الجملي للتدخلات خلال سنة 2019 11459 تدخل موزعة كما يلي: 8313 عملية نجدة وإسعاف 1314 عملية حريق 125 إنقاذ غرقة 59 حوادث اختناق بالغاز 58 إزاحة مياه 48 إزاحة وسائل وحواجز من الطريق العام 46 نجدة بالشواطئ و 1496 إنذار خاطئ. وهنا لو تسمح لي كما نفتح قوس بالنسبة للإنذار الخاطئ هذا يعطي معناها فهمني مؤشرين: مؤشر وأن الحماية المدنية تستجيب لجميع الطلبات مهما كان نوعها
ومؤشر ثاني وأنه العدد هذا مثل عبء على الحماية المدنية كي نتبع 1496 أنظار خاطئ فهمني. لكن من جهة أخرى يأكد أن الحماية المدنية تستجيب في كل الأوقات فهمني لجميع الطلبات. وزاد حاجة أخرى زاد الثقة الكبيرة زاد اللي عند المواطن في الحماية المدنية زاد في التدخل السريع أكيد وهذا ما هو معروف به سلك الحماية المدنية معناها فهمني لأنه سي أسامة تعرف اللي هي خدمة نبيلة برشا أكيد وإحنا معناها كإطارات وعوان حماية مدنية راهو نتجاوزوها وأنها مهنة تولي معناها فهمني شغف وفيها حس إنساني كبير برشا ديجا معناتها أي إنسان ينجم يعرض حياته للخطر وباش لإنقاذ معناتها معناتها حياة شخص آخر ولا حتى حيوان ولا أي حاجة معناتها تنجم الإنسان هذيك هي غايتنا احنا سي أسامة هي حماية الأرواح مهما كان نوعها فهمني حماية الأرواح البشرية حماية الممتلكات معناها فهمني سواء كانت حيوانات سواء كانت معناها فهمني أشياء مادية واحد وكذا وتعرف اللي جهاز الحماية المدنية عنده دور كبير برشا في المساهمة في الاقتصاد نتاع البلاد. واضح يا سيدي واضح واضح يا سيدي. عندنا كما قلنا في أسامة في المجال العمليات هذا الجزء الثاني اللي هو معناها عندنا 316 حضور وقائي اللي معروفة بالحراسات الوقائية وتعرف اللي معناها الحماية المدنية من تأمن جميع الأنشطة بما فيها السياسية والثقافية والرياضية وغيرها. ثانيا عندنا المجال الإداري فهمني ومجال مهم جدا لأنه معنا زي العمل اللي يسبق العمل العملياتي والعمل الميداني حيث قامت الإدارة الجهوية للحماية المدنية فهمني والفرق التابعة لها بعدد 2089 زيارة وقائية ميدانية وهذه الزيارات معنا تعنى بإصدار توصيات الوقائية لمختلف المؤسسات بجميع أنواعها سواء كانت صناعية ولا مفتوحة للعموم حسب نوعية الأخطار المحتملة بها وحسب طبيعة نشاطها وهذه زيارات دورية سواء بمبرمجة من طرفنا نحن أو بطلب من أصحاب المؤسسات. واضح يا سيدي. كلمة رشمانة معنا تم تسليم عدد 1221 شهادة وقائية لمختلف أنواع المؤسسات كما قمنا بدراسة 244 دراسة ملف إنشاء مشاريع جديدة تم تكوين 1609 شخص في مجالات الإسعاف والإنقاذ والإفشاء كما قمنا بعدد 23 حصة تحسيسية وعدد 11 عملية بيضاء مشتركة بين بعض المؤسسات. واضح يا سيدي يظل الحديث يطول برشا على الخدمة الكبيرة اللي قاعدين تخدموا فيها سي نور الدين والأكيد دعوة كبيرة برشا أنه العباد تتطوع زادة سواء كانوا كبار ولا صغار أنه يتطوعوا في السلك الحماية المدنية. خلي كلمة الختام سي نور الدين. عايشك سي أسامة بطبيعة معنا احنا نتوجه لكافة المستمعين وللمجتمع المدني ككل فهمني في الموضوع هذا اللي يخص التطوع في خدمة الحماية المدنية باعتبار الحجم الكبير للخدمات والمهام الموكولة لهذا السلك وتعرف معنا محدودية الإمكانيات البشرية لأنه السلك هذا في حاجة للدعم والمبادرة من طرف الجميع من مجتمع مدني مؤسسات جمعيات وغيرها وذلك بالتشجيع على التطوع في خدمة الحماية المدنية ناهيك وأنه كان معلومة في أسامة وأنه في الدول معنا الأوروبية يوصل عدد المتطوعين في الحماية المدنية تقريبا 70% من تعداد أفراد الحماية المدنية وعلى هذا رقم كبير. نعم رقم كبير قلت لك البرة أكيد أكيد خاطرهم يعتمدوا بشكل كبير معناها فما وعي كبير في المجتمعات هذه بدور الحماية المدنية في في حماية الأرواح والممتلكات. واضح يا سيدي وكما تعرفوا معناها فهمني وقع بالنسبة لنا احنا فهمني على مستوى ولاية نابل وعلى مستوى الإدارة الجهوية للحماية المدنية بنابل تأسيس جمعية حديثة في التطوع في خدمة الحماية المدنية وعلى ذلك معنا نتوجه بنداء ودعوة لكافة المسؤولين الجهويين مديرين أصحاب مؤسسات حكومية وخاصة وكافة الجمعيات والمجتمع المدني على التشجيع والحث على الانخراط والتطوع في هذه الجمعية خاصة الفئة الشبابية وفي هذا المجال يمكن الاتصال بجميع مقراتنا في الحماية المدنية معنا على المستوى الجهوي للاطلاع على جميع الإجراءات اللازمة للانضمام والانخراط في هذه الجمعية. واضح يا سيدي واضح شكرا لك بارك الله فيك سي نور الدين على التفاصيل هذه الكل يعطيكم الصحة وأكيد الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية مش يكون نهار 1 مارس 2020 بالمقرات الجهوية لكل الحماية المدنية وكل المجتمع المدني نجم يشارك زادة كبار وصغار في الحدث هذا رغم علامة يا غايب.